مداخلة غالية من الأخ الغالي والزميل المحترم الدكتور أيمن أبو عمر، مدير البحوث والفتوى بوزارة الأوقاف. دكتور أيمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبيبي وشيخنا وأستاذنا الشيخ يا يوسف، أهلا بحضرتك حياكم يا الله دكتور يا أيمن، ربنا يعزك ويبارك فيك. كنا في معية حضرتك النهاردة مع معالي الوزير في التعريف بنبي الإنسانية صلى الله عليه وسلم. حدثنا عن هذه الحملة التي أطلقتها وزارة الأوقاف، وكيف يعني يكون الترتيب في هذا الشهر الكريم لتصل هذه الحملة على المستوى العالمي لجميع الناس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زي ما حضرتك قلت، احنا النهارده كنا جميعا في شرف الصحبة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مع معالي الوزير ومع قيادات الوزارة والسادة الأئمة والدعاة والواعظات، وكان اجتماعنا اجتماع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان الحسنات، لأن كان آمين كله اجتماع إيماني علمي آمين حول الحديث عن خير البشرية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة شرف والسلام. لنا نتحدث صلى الله عليه وسلم، لماذا سبق إذا أراد الإنسان أن يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة يريد أن والسلام. تحظى بشرف الحديث عنه صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة حقيقة شيخ والسلام. يسري، أنت سمعت وأنا سمعت الكلام الطيب اللي قاله معالي الوزير، والرؤية المجددة والرؤية مجددة، فكر مجدد وفكر متجدد، نعم كل في أفكار عايزين المستنير اللي احنا عايزينه يشيع الناس بأئمة الأوقاف وأئمة الأزهر وأهل العلم الوسطيين نعم الذين يبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى وينهلون من معين النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة الصافي. والسلام. واجب الوقت علينا نسمع ونفهم النبي صلى الله عليه وسلم، نفهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المشكلة يتعامل بس في الصوت شوية يا دكتور أيمن، الصوت بس. كده كويس. أيوة يا دكتور أيمن، ايوه مولاي، أيوة اتفضل يا سيدي اتفضل. معايا حضرتك؟ أسمعك اتفضل. بنقول ان احنا من اوجب الواجبات، من واجب الوقت علينا كلنا دلوقتي كمسلمين، تصحيح الصورة التي لصقت بالاسلام نعم من بعض المتشددين والمتطرفين الذين لا يعلمون عن دين الله ولا عن سماحته ولا عن رحمته ولا عن رحمة نبيه شيئا. وهذه المبادرة، حملة رسول الإنسانية، هي حملة شرف لكل من يشارك فيها، نعم لأنه شرف لنا أن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة رسول الله والسلام. صلى الله عليه وسلم حسنى ويدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، نعم يعامل الناس كل الناس على اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف عقلهم وعلى اختلاف أجناسهم، لأنه يكرم من حيث كونه إنسان. صلى الله عليه وسلم، أنا لسه سامع حضرتك، نعم يبدو الاتصال فيه مشكلة. احنا بنشكر حضرتك يا دكتور أيمن، جزاك الله كل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرف البشرية بأسرها.